بداية فنية اليوم بامتياز، يعني رح جرب اطلع شوي من عالم الموسيقى اخذكم على عالم التكنولوجي وبلش احضركم على عالم الرياضة قبل ما تنتقلوا مع امين من خيل جادجت جديد يلي هو من عالم الفتنس والويرابلز. اليوم صار كثير دارجة، صرنا كثير بنلاحظ ناس حوالينا لابسين اسوارة يلي بتكون عم تعطيهم وعم بتركز شوي اكثر على الطريقة اللي عم يتحركوا فيها. حتى اهم من هيك التكنولوجيا اليوم صارت موجوده بعد كثير كبير من السمارت فونز وخاصه اجدد هالهواتف الذكيه اللي صاروا موجودين معنا، ان كان اي هيلث اللي بنعرفها بايفونز اما حتى سامسونج من زمان كان عنده هالفيتشر بتصير تبين دغري على الهوم سكرين تبعهم اللي هي الخاصه بالستبس، واكيد كانت ادفانسد اكثر لبعدين طوروها اندرويد وصار في شيء كمان باندرويد وين بيركزوا على نمط حياتنا وقد ايه نحن عم نتحرك. اليوم بهيدا السيجمنت بكون عم بحكيكم عن جادجت يلي لابسه بايدي، بس قبل ما نكون عم بحكيكم عنه دغري بالستوديو حضرت لكم فيديو كتير صغير بروموشن الفيديو اللي حنكون عم نحضره سوا، بنرجع من بعدها بنفوت بكل التفاصيل الخاصه بهيدي الساعه يلي هي ساعه مثل ما مبينه بس هي بنفس الوقت كمان اتس فيتنس ديفايس من فيتبيت. Built-in GPS to measure distance, pace, and time. Use automatic, continuous heart rate to maintain intensity, monitor calorie burn, and maximize results. Surge syncs your stats wirelessly and goes beyond workouts with all-day stats and text and call notifications so you can crush your goals. Track it, see it, beat it. اليوم هالديفايس صار في كثير منهم بالاسواق، ولكن شو بيميز هالديفايس عن غيره؟ بداية رح نكون عم بحكي عنه من الشكل الخارجي، في الستربس اللي عم نشوفهم هون يلي هي هالاسوار اللي بقى تنلبس بالايد يلي مثل ما عم تلاحظوا جاي مثل الساعة نوعا ما، بتتبكل فيها عدة معايير مختلفة، رح يكون في منها ثلاث احجام. ميرسي، مش معقول شو حلوة اللي من الصبح ناطرة هالشي بس ياهو هلا بنشرحها. فرح يكون في منها سمول لارج وميديوم. هلا ليش هيدي الساعة؟ من برا عم تلاحظ رانيا في سكرين يلي هالسكرين أول شيء رح نكون نحن عم نستفيد منها كساعة، رح أرجع أخذها منك بعد شوي بدي فرجي المنيو يعني. ففي عنا هالسكرين الموجودة من برا، إذا فيها نبرمها لميلي جوا شوي رانيا بالقلب هلا بس ليشوفوها. أوكي فهيدا هو شكلها، شكلها شوي ريترو إذا بدكم مثل الـ80s نوعا ما كانوا عم يشبهوها من برا. هيدا من قدام؟ هيدا من قدام، من ورا عم تلاحظوا فيها الضوء الأخضر، هول هن رح يكونوا السنسرز يلي رح يكونوا عم بينعكسوا على الجلد تبعنا نقدر من خلال نكون عم نحصل على الهارت بيت ريت. في صار حتى؟ إيه بس الفاكت بدي فرجيك المنيو فيها سو أهلا إذا أنا بدي أعطيك إياها أول ما تقول ما بدك تعطيني إياها وخلص. لا لا حأعطيك إياها حأعطيك إياها. وورا كمان في التشارجر، فهيدا كمان هي نحن بنشرجها بتضاينكم تقريبا حوالي الخمس خمس ايام. هلا لنفوت شوي اكثر بالتفاصيل ليش هيدي الفيتبيت سيرج اسمها، ليش هالديفايس؟ اول شيء هي تاتش سكرين هون، وقت نفوت عليها مثلا بهذا الاسلوب رح تكون عم تعطيني الكالوريز، برجع من بعدها الحلو انه بتعطيني دقات القلب كيف كنت عم بقول، يمكن ما كثير يبينوا واضحين على الكاميرا اذا كانوا صوت ساعتها، بس اذا ما كثير كانوا مبينين واضحين قالوا لي فينا نغيرها بغير طريقه فرجيكم اياها من الاب. لا مبينين الي واضحين؟ اوكي. فسو هون كمان عم بتعطيني الكالوريز كل هول ابديتد ان ريل تايم رانيا لان بتكوني لبستيها. هلا النقطة المهمة اللي بدي افرجيكم اياها هي هون، فينا نحدد نوع الاكتيفيتي الموجودة فيها. يعني أنا لنفترض بدي أركض، يا أما بدي أغير نوع الإكزرسايز، بدي أحدد يمكن يكون بالجيم، يمكن يكون عم بعمل سيركتس عم ببرم، عم بعمل ورك أوت. اليوم غير ديفايسز رانيا ما بيقدموا لنا، سو إذا فت على إكزرسايز هون عم بقول شو ويتس في بلشها وبوقفها يعني يو تايمر اند ذن يو جو باك. خلينا نوقفها انا اي جو باك. اوكي باك اوكي يو اند ات. من بعد ما تخلصوها بتعطيكم سمري عن الرن كلها. اللي عم جرب بقوله اليوم انه فينا نكون عم نحدد نوع الاكزرسايز بهالديفايس. يوم هي اول فتنس بريسلت، اول ما نحن بدنا نكون عم نبلش نوع الرياضه عم بحدد لها شو نوع الرياضه بدي اعمله. عاده كنا نعملها بالاخير من بعد ما تخلص السبور بتحدد شو كان نوع السبور يلي عم تعمليه، فيها تنس، سيركت تريننج، ووكينج، جوجينج، فري رن، حتى ويتس. وكل هول اكيد هنا حيكونوا كونكتد على ابلكيشن يلي هي على سمارت فون من خلال البلوتوث. بالاضافه لهالامر رانيا اليوم هالديفايسز صار في منهم اذا بدك هسه فيك تلبسيها. ميرسي. هالديفايسز اليوم في منهم الادفانس كثير يلي هن بيستعملوا تكنولوجي الخاصه بالجي بي ار اس والجي بي اس،
يلي من خلالهم بيكونوا عم بيقدروا يعملوا تراكينج لللوكيشن تبعنا، فبحال نحن كنا عم نركض يا ما حتى لا يقدروا يحددوا اكثر المسافه اللي نحن عم نقطعها بيستعملوا هالتكنولوجي. اليوم كمان هالديفايس هو فيه هالتكنولوجي، فيه هالجي بي اس واكيوريت لدرجه كثير متقدمه، بالاضافه لامور ثانيه مهمه. هيك اداه حلوه واليجنت حتى على البنات. توليو اتس فيري نايس ديفايس واتس ا واتش. واليوم المقارنه اللي عم بتصير بالسوق عم بتصير بينها وبين الابل واتش، ليش؟ لان كمان فيكم تحصلوا على نوتيفيكيشنز خاصه عليها اللي هن خاصه بالاس ام اس تكست اذا بدكم نوعا ما، يا اما حتى اهم من هيك انه فيكم تتلقوا الاتصالات عليها بس ما فيك تحكي. بس انه اتس سكند سكرين، بحال حدا كان عم يدق لك رح تكون عم تطلع نوتيفيكيشن كمان على هالديفايس الموجود بالايد. فذيس از كارنتلي افيلبل بالاسواق اللبنانيه للناس حابين يكونوا عم يشتروها. اتس افيلبل ان ذا ماركت واسمها فيتبيت سيرج وهي هي. فمن اكيوريسي للديفايس ودقه بعتقد ذيس از فيري ادفانسد جادجت. طب خلص تركني اخذ البوز هلا. مبسوطه بالله اخذوها ذير يو ثانك يو الي. لك رح ناخذ بريك ومن بعدها بنتابع ام تي في. لك